عاملين ايه؟ يا رب تكونوا كويسين. النهارده جاي اتكلم عن جفاف الشعر. الناس اللي شعرهم جاف، يا جماعه انا من نوع الناس دي، مهما عملتي بقى سشوار، عملتي ماك وعملتي الحاجات دي، شعر الجاف بقعد احط كميه كريمات وكميه زيوت، شعري برضو جاف وبتقصر. فانا عانيت من الموضوع ده وعرفت الغلط فين، فانا جاي اقول لكم غيروا الروتين بتاعكم، وهقول لكم الروتين الصح ايه. هما 7 حاجات لو عملتيهم مظبوط جدا شعرك لا هيبقى جاف ولا هيبقى ناشف ولا هيتقصف تاني ولا الحاجات دي، حتى لما تمسكيها تلاقيه طري وناعم وجميل، اكن شعرك ده بقى شعر تاني، اكنك لابسه باروكه. قبل ما ابتدي الفيديو كالعاده، لو انت جديده على القناه اعملي لايك للفيديو واشتراك في القناه، وكمان فعلي الجرس عشان يوصلك اي فيديو جديد. والناس اللي على الفيسبوك شايفاكوا اعملوا لايك للفيديو، وكمان لايك للفيديو، والانستجرام هسيبه في صندوق الوصف وكمان في اول تعليق للناس اللي حابه تسالني عن اي حاجه. ويلا بينا نبتدي الفيديو. اول حاجه انا كنت غلط فيه، انا شعري جاف وبعمل سشوار كتير ومكوى كتير، وفي ناس كمان ممكن تعمل مكوى بس تعملي السشوار من بعيد، انت بتضعفي البصيله وبتنشفي الميه اللي فيها. الميه اللي فيها دي هي الرطوبه اللي بتحافظ على شكل الشعرايه وبتحميها من التقصيف، انت بتشيلي الرطوبه بتاعتها خالص. طب انا ما عملش شعري؟ لا، اعملي شعرك. انا بعمل شعري بمكوه البخار، ما بستعملش سشوار خالص خالص خالص، انا بستعمل مكوه البخار. اوكي اهي ماركه ميه، اوكي اهي بتحافظ على الميه بتاعه شعرك، وفي نفس الوقت بتديك الرطوبه المظبوطه ان شعرك ما ينشفش حتى لو عملتيه. انا دي بستعملها، وفيها قمشات كمان، وفيها كمان الفتحات بتاعه الميه، بتساعد انك تفردي شعرك وفي نفس الوقت ما تشيليش الرطوبه اللي فيه وتحافظ وما ينشفش بعد ما بتعملي المكوى او بتعملي وسائل التنشيف بتاعه شعرك. فدي حاجه مهمه جدا تقدري تستعملي زي ما انت عايزه. حتى لو رحتي للكوافير، الكوافير بيرشلك سبراي، بيعملك حاجات تاني يوم او بعد ساعتين بتلاقي شعرك ناشف. فيفضل اعمليه انت في البيت، وجيبي المكوى بالبخار دي. المكوى بالبخار دي حلوه جدا للناس اللي شعرهم ناشف جدا 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 جدا، ونفسك تعمليه، او في مناسبه، او عايزه تنزلي كل يوم، عايزه تعملي حتى القصه، مش لازم شعرك كله، بتعملي حتى القصه او بترفعيه للحصان، بتعملي اللي قدام بس وتسيبي الورق براحتك جدا. فالمكوى بالبخار دي هتحافظ على شعرك جدا جدا جدا. تاني حاجه صبغه الشعر، لازم تختاري نوع صبغه شعر ما فيهوش امونيا. الامونيا بتنشف الشعر جدا جدا جدا، ولانها بتثبت اللون، فلما بتثبت اللون مع بلسم مع كل الحوارات دي مفيش تغليف على الشعرايه، الاثار بتبان بعدين. فحاولي تختاري صبغه الشعر تكون يعني معقوله شويه، غاليه شويه، هتبقى نظيفه شويه، بس تكون امنه جدا على شعرك. لان طول ما انت بتحبي صبغه وبتحبي نغير شعرنا، انا نفسي بستعمل صبغه، بس بستعمل صبغه بدون امونيا. ده المهم اللي فيها، قد ايه مش بتنشف شعري زي كانت الصبغه الاولانيه بتنشف شعري، ولا ايه شعري واقف في كل اتجاه منفرد لحاله. لا، دي حلوه جدا جدا، وبستعمل الروتين اللي انا ماشيه عليه، روتين الزيوت، روتين الكريمات بتوعي، فبالتالي هلاقي شعري النتيجه الكويسه اللي ترضيني. دي مهمه قوي. بتستعملي مستحضرات مش لايقه على شعرك، يعني انت بتلاقي كريم عاجبك جدا، بتلاقي حاجه عجباكي جدا، فبتبتدي تروحي تشتريها وهي ما تنفعش لشعرك اصلا. يعني في حاجات بتعجبنا شكلها، بتعجبنا العبوه بتاعتها، بتعجبنا المكونات بتاعتها، بس لو قريتي مش للشعر الجاف. ساعات بتقولي شعري جاف ومقصف، او شعري بهتان، او شعري مش عارفه ايه، وبتجيبي حاجات فيها دهنيه عاليه جدا، او بتاخديها للشعر مثلا العادي، او سيرم هتلاقيه ممكن ما بنقراش اللي عليه. انا نفسي ساعات باخد حاجات ما بقراش اللي عليها، عجبني بس ايه، زيت الارجان، زيت مش عارفه ايه، مكتوب عليه سيرم بيحمي من الحراره. حتى السيرم اللي يحميك من المكوى والحاجات دي لازم تقري عليه كويس قوي انه للشعر الجاف، تقري اللي عليها، ما تجيبيش حاجه لجميع انواع الشعر، هاتي الحاجه المخصصه ليكي. حتى الشامبو، حتى البلسم، حتى الزيوت يا ستي جيبيها مخصصه للشعر الجاف. جيبي حتى الشامبو بتاعك، الكريمات، البلسم بتاعك لازم يكون للشعر الجاف، حتى الماسك بتاع شعرك، الماسك اللي انت بتشتريه او حمام الكريم لازم يكون للشعر الجاف، لازم كل حاجه تكون للشعر الجاف، لازم تديله الغذاء الكامل ليه بكل حاجه. رابع حاجه بقى انك بتغسلي شعرك كتير. الشعر الجاف بيتغسل مره واحده في الاسبوع، صيف او شتاء مره واحده في الاسبوع، ما تعمليش اكتر من كده، لان شعرك مش مستحمل كده. مره واحده في الاسبوع او مرتين بكتير، وقوي قوي قوي للشعر الجاف.
اكتر من كده انت بتوقعي شعرك، البصيلة بتكون ضعيفة مقصفة، بيتقطع بسرعة جدا جدا جدا. مقدرش يستفاد بالزيوت الطبيعية اللي بتطلع من فروة الراس من اكلك او شربك او الحاجات دي كلها، ما بيستفادش بكل ده، لانك على طول كل يوم تغسليه او كل يومين تغسليه او كل 3 ايام تغسليه. كل نوع شعر وليه مدة الغسيل بتاعته، لازم تعرفوا كده. اه بتعرقي، ممكن تحسي ان شعرك ريحته مش لطيفة، لو استعملتي الحاجات الصح شعرك عمره ما يكون ريحته مش لطيفة، عشان تبقي عارفة. في زيوت ما بتخليش الشعر ريحتها مش لطيفة. الدراي شامبو هو حل عظيم جدا للناس اللي عندهم افراط في غسيل الشعر، مش قادرين، عندهم وسواس، حتى لو شعرهم هيبوظ، جسمهم هيبوظ، الجلد هيبوظ، عندهم افراط في كده. فانا بنصحك انك تعملي، تجيبي الدراي شامبو. دراي شامبو حاجة كويسة جدا. دلوقتي في سيروم او في كريمات بتحميكي من اشعة الشمس. الشمس ليها اضرار، زي ما هي على بشرتنا زي ما هي على شعرنا. زي ما انت بتحطي سان بلوك لوشك، حطي كمان سان بلوك لشعرك. طبعا ما تحطيش كريم بتاع السان بلوك، لا، في سيروم لحماية من حرارة الشمس، في سيروم مكتوب عليه حماية من الشمس، معروف كده، بتنزلي بتحمي شعرك كله من الشمس واضرار الشمس، بتحطيه الصبح بس، وبيقعد ضل على شعرك لغاية اخر اليوم لمدة، يعني بصراحة بيقعد قعد معايا 8 ساعات 7 ساعات بالكتير. فانتي ولا بيعمل ريحه ولا بيعمل اي حاجه، وكمان ريحته حلوه، وبيحافظ على الشعريه، بيعمل لها غلاف كويس قوي. لان انا مش محجبه، لو انتي محجبه يا هناكي يا سعدك، بس يا ريت تلبسي حاجه قطن من تحت، علشان حاجه الغير القطن دي بتوقع شعرك وبتساعد ان التقصيف يعلى ويزيد. فخدي بالك كويس قوي قوي. اللي جايه دي سوء التغذيه. يا ريت كل الامهات اللي عندهم بنات شعرهم جاف يعودوهم، او غير اللي شعرهم جاف يعودوهم اللي فيه طبق سلطه لازم ياكلوه، عوديهم من صغرهم على كده. قد ايه الحبوب الكامله والبروتين والخضار، كل الحاجات دي مفيده قد ايه لشعرك. انا بحبش الادويه كتير، الادويه كتير ممكن تتعب الكلى وتتعب المعده وتتعب حاجات احنا في غنى عنها من كتر الفيتامين. طب الفيتامين ده ممكن ناخده في الخضار بتاعنا، في الخيار، بناخده في اللبن، بناخده في الجبن، بناخده في الحاجات دي كلها، بناخده في الفاصوليا، بناخده في اللوبيا، بناخده في العدس. الحاجات دي لو كانها قد ايه هتستفاد، تاخدي كل الفيتامين اللي في الدنيا. كل الخيار يا جماعه بيرطب الشعر بطريقه مش طبيعيه. لو كلتي كميه خيار قد ايه بيدخلي ميه عاليه لجسمك، الخيار ده بيطلع على شعرك. انا مش هقول لك بقى كل جرجير وكل سبانخ وكل كل طماطم. الطماطم بتطول الشعر، الطماطم بتغذي جدا وشك، يعني بتحميكي من التجاعيد، فيها مضادات للاكسده، والخيار في ميه بالهبل زي ما قلت. في حاجات كتير، في حاجات كتير انت مش لازم يعني انت ما بتحبهاش ما بتحبيش طعمها، في بدائل ليها كتير، سبحان الله ربنا خالق لك كل حاجه. البيض، البيض لو كلتيه مسلوقه، البيضه نفسها فيها اكنك كلتي فرخايه، بروتين عالي جدا 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 لو كلتي بضايه واحده. فكل الحاجات دي انت ما تستهونيش بيها، انت بتاخدي فيتامين طبيعي بدل الادويه والقرف بتاع الادويه، لان انا الادويه تعبتني جدا جدا وتعبت معدتي جدا جدا. على طول باخد فيتامينات على طول، مش عارفه ايه الصراحه اللي ماشي عليه دلوقتي، هو فيتامين سي. انا عندي ادمان لفيتامين سي، ابطله شهر وارجع له تاني. انا عايزه اقول اخر حاجه بس لازم تتاكدي، ممكن سبب جفاف شعرك وبشرتك هو الافراط في الغده الدرقيه. يعني لازم تروحي تعملي تحليل غده عشان تعرفي، لان دي من اسبابها جفاف الشعر وجفاف البشره، وكمان بتشيل السوائل من الجسم. فانت خدي بالك من الحاجات دي كويس. تاني حاجه عايزه اقول عليها كمان، الناس تعمل ماسكات كتير قوي، اعملوا ماسكات بس ماسكات جيبها من الصيدليه، بلاش والنبي. ماسك البيض على الخيار، بصل على توم، بيخلي ريحه شعرك وحشه جدا لمده 20 يوم، وتقعدي تعملي نعناع وتغسلي بالاريال وقرف. استعملي ماسكات من الصيدليه، استعملي الماسك وحطي عليه سمنه بلدي، سمنه بلدي بلدي، البلدي ما بتعملش ريحه خالص، ما اقولكيش للشعر فظيع. حطيها مع حمام الكريم واستعمليها لشعرك، بس طبعا حمام الكريم بينشف الشعر، لازم نكون بلين شعرنا باللي كده بالبخاخه باللي شعرك، وابتدي حطي الماسك ده. خطير خطير خطير، اكنك عملتي كرياتين طبيعي لشعرك. في ماسك تاني زبده الشيا، انا دول بستعملهم، حتى اتكلمت عن ماسك السمنه قبل كده في فيديو قديم قوي، قلت لهم استعملوا السمنه البلدي حلوه جدا للشعر، ما بتعملش ريحه، بس بلدي صناعي هتعمل ريحه وتعمل قرف لانها مهدرجه مش حاجات طبيعيه. اشتري سمنه بلدي، حتى سعرها غالي شويه احسن من زبده الشيا، 800 جنيه هتشتري سمنه بلدي 200 جنيه احسن من 800 جنيه، وعلبه كبيره كده تاكلي بيض واكل وهيصه براحتك، وتعملي شعرك كمان. فدي حلوه جدا 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 جدا، جربي وشوفي النتيجه بنفسك، عشان انت لو مشيتي على الروتين ده اكيد الموضوع عندك هيبقى كويس جدا جدا. وقبل ما امشي ما تنسوش الاشتراك في القناه، وكمان تعملوا لايك للفيديو، وكمان تتابعوني على انستجرام وعلى الفيسبوك. هستنى كل كومنتاتكم. باي باي.